الحديث عن أننا نعيش حياة واحدة غير دقيقة. هناك كبار المستثمرين، أولئك الذين أدركوا أننا نعيش بقدر ما نساعد الآخرين. حين يصبح الحب رصيدك الأهم في الحياة، حينها لا يخشى عليك حتى من الموت، مثل نجيب الزامل تماماً. اللقاء الجزء الثاني، اليوم 5 بتوقيت السعودية على NBC1. رمضان يجمعنا، بس خليك بالبيت.